بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يوضح فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي تفسير هذه الآية ومدى تأثير البركة في حياة الإنسان، فلنستمع الآن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما البركات في موضوع يذكرنا بهذه الآية، البركة. البركة مفهوم إسلامي، مفهوم إسلامي واضح جداً، لكن في عصر المادة والبعد عن الله يضعف هذا المفهوم. الإنسان عنده رزق إيجابي وعنده رزق سلبي، يعني إذا من الله على عبده بالعافية التامة عاش عمراً مديداً بلا أمراض وبيلة، بلا أمراض عضالة، بلا أمراض تجعل حياة الإنسان جحيماً، بلا أمراض تكلف مئات الألوف بل بعض الملايين، في فشل كلوي، في خسرة بالدماغ، في شلل، في تشمع كبد، في أمراض لا تعد ولا تحصى، وأي من هذه الأمراض يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. فأنت حينما تؤمن وتستقيم يعافي الله بدنك، أنت وفرت مبالغ طائلة ينبغي أن تدفعها شئت أم أبيت، يعني قضايا الطب والعمليات الجراحية والتصوير والمرنان ما لك خيار فيها، بدك قسطرة 40,000 مع ستاند 125,000، ثلاث أوعية مغلقة بدك حوالي 400,000، ما لك خيار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، في رزق سلبي أن يعافيك الله، أن يعافيك ويعافي أهلك معك وأولادك. أيام تلاقي أسرة تنعم بالصحة التامة، بيت متواضع لكن فيه طمأنينة، فيه حب، فيه ود، أكل متواضع بس فيه محبة. يعني أنت انتبه للرزق السلبي، إذا أنعم الله عليك براحة البال لا تقدر بثمن، راحة البال. الله قال: سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال بتنام قرير العين، تنام ملء جفونك، لأنك وأنت نائم لم يتعلق بك حق، ما آذيت إنساناً، ما ظلمت مخلوقاً، ما كنت سبب شقاء أسرة، ما بنيت مجدك على أنقاض الناس، ما بنيت غناك على إفقارهم، ما بنيت عزك على إذلالهم، ما بنيت أمنك على إخافتهم، ما بسست رعب في قلوب الناس، ولا ابتززت أموالهم، ولا انتهكت أعراضهم، ولا فرقت بينهم، ولا أورثت بينهم العداوة والبغضاء. أنت إنسان معطاء، إنسان مصدر أمن للناس، مصدر سلام، اسمك عطر، اسمك يملأ القلوب محبة لك، هي نعمة كبيرة جداً، نعمة أن الناس يحبونك، نعمة لا تقدر بثمن. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني. إذا أحب الله عبداً ألقى محبته في قلوب الخلق، فمحبة الناس، ثقة الناس، راحة البال، الشعور بالأمن، الشعور بالطمأنينة، إذا بيت متماسك في حب، زوجة صالحة، ودودة، أولاد أبرار، هذه الأرزاق تقدر بالمليارات. أن تجلس في بيتك، يعني أيام يمنع المريض من تناول الطعام، يعطى سيرون،
بعد شهر يرى أنه إذا أكل الطعام مباشرة كأنه في الجنة. أن تأكل ما تشتهي، أن تشرب ما تشتهي، أن تنام قرير العين، آمن في سربك، معافى في جسمك، هي كلها أرزاق سلبية لكن مهمة جدا. لذلك قال ورد في بعض الأحاديث: الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة، يعني تجارة فيها مغامرة، فيها مصادرة، فيها تهريب مثلا، مادة محرمة، وثيقة مزورة، تدخل تحت طائلة القوانين والمساءلة والقلق والخوف والرشوة. لا، الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة. فكلمة بركة يعني الله عز وجل يبارك لك في مالك، وأنا لا أبالغ والله، في أشخاص كثيرين دخلهم محدود لكن ما عندهم مشكلة، يأكلون ويشربون ويتمتعون لكن بذخ ما في، إتلاف للمال ما في، هدر ما في، هيك استعلاء على الناس ما في، في تواضع. فلذلك أنت اطلب الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المؤمن في رعاية الله، في حفظ الله، في توفيق الله، في تجليات الله، في سكينة الله. المؤمن يتلقى من الله أرزاق لا تعد ولا تحصى. الرضا رزق يا أخوان، أن ترضى عن الله، يا ربي لك الحمد من أعماقك. الصبر رزق، الحكمة رزق، الطمأنينة رزق، الإحساس بالأمن رزق. فأنت حينما تكون مع الله أمامك أرزاق لا تعد ولا تحصى. فهم لكتاب الله، معرفة لما سيكون الإنسان عليه بعد الموت، يعد العدة لنزول القبر، يعني تعلم هاتين الكلمتين. هناك رزق الإيجاب، مبلغ الدخل الشهري، ورزق السلب، إذا الله عافاك، هيئ لك زوجة صالحة ليست مشاكسة، هيئ لك أولاد أبرار صحتهم جيدة، سمعتهم طيبة، هيئ لك ود بينك وبين أهلك. النبي الكريم يقول: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. في ود، في أولاد أبرار، حولك أقارب محبين، لك سمعة طيبة، تنام مطمئن، قرير العين، هي كلها أرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتعني أيضاً الرزق المادي، أمطار غزيرة، خيرات وفيرة، أسعار متدنية، رخاء، سرور. الله عز وجل ما خلقنا ليعذبنا، يعني إذا كان أنشأنا ثانوية من أجل أن نعلم الطلاب، أن نربيهم، أن نعلمهم الحكمة والعلم والفهم والدين، وطالب أساء إساءة بالغة وعاقبناه. فإذا قال الطالب: إنما أنشئت هذه المدرسة كي تعذبنا، لا، كلام مضحك هذا، هي حالة طرأة. الله عز وجل قال: إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، خلقنا ليسعدنا لا ليعذبنا، خلقنا ليرحمنا لا ليقسو علينا، خلقنا ليحب بعضنا بعضا، جعلنا شعوبا وقبائل لا لنتقاتل، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا أصل الخلق. أما الناس ببعدهم عن الله انحرفوا. إذن لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تأتينا خيرات السماء والأرض، تنبت النبات الطيب، ومع النبات الطيب بلدة طيبة ورب كريم، مع النبات الطيب راحة نفسية، مع النبات الطيب ثقة بالله، مع النبات الطيب رضا عن الله، مع النبات الطيب ود بين الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
ودا بينهم وبينه وودا فيما بينهم. والله أيها الإخوة، أنا أرى من علامات الإيمان أن يكون الود بين المؤمنين، وكلما رأيت ودا بين المؤمنين أزداد ثقة بإخواني، ولا سمح الله ولا قدر لو رأيتهم متشاكسين متحاسدين، والله أتألم ألماً لا حدود له. معنى ذلك هناك ضعف في الإيمان كبير جداً. إذاً يجب أن تنتبه إلى الرزق السلبي، معك مأوى. يعني واحد مثلاً له زوجة صالحة، في نعمة ما بينتبه لها، أنه بيغيب شهر على البيت، يعلم علم اليقين له زوجة عفيفة أطهر من ماء السماء، هي نعمة لا تقدر بثمن. أيام إنسان بيكتشف أنه في اتصالات، في علاقات، في إنسان دخل للبيت بغيابه، كالمرجل. مليون نعمة أنا أؤكد لكم ينعم بها المؤمنون وقد لا ينتبهون إليها. اللي عنده زوجة صالحة، اللي عنده أولاد أبرار محترم بيحترموه، بيخجلوا منه، بيخدموه، اللي عنده أصهار طيبين، كل هذه نعم لا تقدر بثمن. أنت حينما تصطلح مع الله بتولاك، بيختار لك أفضل شيء، أفضل زواج، أفضل أولاد، أفضل عمل، عمل مريح، دخل معقول، وقت معقول، سمعة طيبة، هكذا هي البركة. لكن بكل الآلات الحاسبة، حينما أشتري آلة حاسبة ببحث، ما في زر البركة، في جمع وضرب وتقسيم ونسبة مئوية وذاكرة وام ام واحد ام اثنين، بس زر للبركة ما في. أما والله إذا بارك الله لك بوقتك تفعل في هذا الوقت المحدود المستحيل، إذا بارك الله لك بمالك والله تفعل في هذا المال الشيء المدهش، إذا بارك الله لك بصحتك تعيش حياة مديدة وأنت معافى في جسمك، لا تشكو شيئاً. الله عنده عطاء كبير يا أخوان. إذا الله رحمك رفعك ورفعنا لك ذكرك، إذا الله رحمك طمنك، إذا الله رحمك منحك نعمة الأمن، إذا الله رحمك منحك الكفاية. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همًا، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر.